مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج وينك، البرنامج الذي نعيد فيه الضوء على أبرز النجوم والمشاهير والشخصيات المؤثرة. ضيوف حلقتنا هذه الليلة مشاهدينا الفنان والمطرب الشعبي عبد الله أصريخ، وأيضا نستضيف فيه الفنان مطرب فواز. واجهناهما بسؤال وينك وأسئلة أخرى أيضا. نتعرف معكم أولا على الفنان والمطرب الشعبي عبد الله أصريخ، نتابع. الفنان عبد الله أصريخ، حياك الله معنا في برنامج وينك. الله ما يحييك يا أخي محمد، وتشرف بروتانا خليجية زارتني في هذا المنزل المتواضع، وشكرا لك يا أخي محمد. إيش قصة الورد اليوم؟ أنا أسألك، ما شاء الله الورد بكل مكان. والله الورد يتبع الورد يا أخي محمد. الله يسلمك. الله يسلمك حبيبي. أنا بسألك وينك اليوم؟ والله بس موجود بالساح، لكن وين الأعلام عنا؟ ولا احنا موجودين بالساح ولنا صورات وجولات بالساح، لكن أسمعت إذ ناديت حية ولكن لحياة لمن تنادي. أنا أتمنى إلى الإعلام، يعني هو اللي يهتم بالفن الشعبي، وفنانين قبلي رحلوا ما استفادوا ولا كرموا حتى من العطاء اللي قدموا للساح، ما حد كرمهم ولا حد. ورحم الله من عرف قدر نفسه. تقصد أنه أنت أهملتوا كفنانين شعبيين ولا الفن الشعبي أهمل؟ والله الثنتين. يعني تشعر بحسرة؟ نعم، أنا لما نظرت الفنانين الكبار مثل سلام عبد الله، مثل سالم حويل، مثل الفنان الكبير العملاق حمر الطيار، مثل سالم الحويل، مثل حجاب نقدر نقول لك يعني قريب للإعلام وكذا، لكن برضو يعني لما أناظر مثلا هذا التجاهل، فأنا قلت لك أخي محمد من البداية رحم الله امرئ عرف قدر نفسه، يعني خلاص لما ما نلقى مثل، لما ننظر حنا للسبقونا مثل بالمجال إنهم ما كرموا، الواحد يصير عنده انحباط يعني، أو يصير عنده عدم إنتاج أو. بس لو يلقى الفنان تشجيع أو يلقى تكريم على الأقل الجهد 40 سنة وأنا أخدم، غنيت بالمملكة، غنيت بعنيز بالقصيم، وغنيت غنيت قصائد نبطية غزلية هادفة ليس فيها مجون، المفروض يعني نثرت ثقافة للآخرين، مهي بسيطة يعني، المفروض على الأقل تشجيع يعني أو تكريم، يعني حتى أني أحس مثل أني فعلا إبداعي أو جهدي اللي بذلت 40 سنة يعني لقى قبول يعني عند المسؤولين. التكريم يعني يهمكم أنتم كفنانين؟ والله شف يعني يهمنا كثير، لأننا إحنا ما أسأنا للساحة الفنية، يعني إحنا بهناس فنانين أساءوا وفنانين لا، وزارة الإعلام لازم تنتبه للموضوع هذا. إساءات من أي مجال؟ والله مجال الكلام الماجن والكلام يعني بفنانين لا ملتزمين. وأنت تقصد أنه أنت إنتاجك الفني كان بعيد عن هذا الجانب اللي نعم فيه إساءة؟ نعم نعم، لأني الحمد لله أخذت شعري من معاناة ومن شعراء كبار يعني مثقفين يعني، وأنا هي أعرض علي قصائد، ولكن أنا أناظر مجتمعي أول بأول يعني. أنا لا يمكن أسيء مثل الإنسان مثل أو إنسانه بشعر كمثل أطرح موضوع على الساحة أو لا، يعني أنا ما أقبل الكلام هذا، لأن هذا يعني أنا فنان فعلا يعني، أو صحيح أني فنان يجب أن عندي مثل أني يتقيد بالأمور. تقصد أنه حتى لما تتغزلون يكون هذا الغزل عفيف؟ نعم نعم، بحيث أن الإنسان يعني لما ينتهي من الفن، وهو الفن أنا يعني شبه صراحة يعني لما ما لقيت تشجيع يعني بردت شوي عن الإنتاج، فلما أذكر أني مثل غنيت أنا أقول الحمد لله أني ما أسأت لحد ولا نثرت ثقافة للآخرين صح. أنا بسألك أبو سليمان، لما نقول تغيب الفنانين الشعبيين، بالمقابل أيضا هناك تغيب للفن الشعبي كما أشرت،
مين اللي غيب الفن الشعبي؟ ايش الاسباب؟ لو بحكم انه انت احد رواد هذا الفن، وين متى بدا تغيب الفن؟ والله يا اخي شوف، يعني تغيب الفن بصراحة، يعني كل إنسان الآن ملك مؤسسة وبدأ ينتج الناس وناس لا، والمفروض أن الإعلام يصير عنده لفت نظر للحاجة هذه. يعني مثلا احنا الفنانين الشعبيين نصلح شريط مثل ونتعب على أساس أنه يظهر للجمهور، بس الفنانين اللي غيرنا مثلا عنده مؤسسة وعنده يطبع وعنده ذا إمكانيات، عنده إمكانيات ويطبع وموجب فسح من الإعلام وانت الأشكال ويوزعه ويوزعه. وانتو ما عندكم فسحات من الإعلام؟ والله عندنا فسحات بس الموزعين يعني تعرف. طيب هذا يخليني أسألك أبو سليمان، أنه يمكن الناس ما عاد تتقبل الفن الشعبي اليوم، بالعكس بالعكس أنا يعني باليوم 50 مكالمة 60 مكالمة كله من الجماهير يعني يسألون متى آخر بوم بيطلع، متى الشريط الجديد، متى. تعتقد أنه الناس لا زالت تحب فنكم؟ لا زالت تحب الفن الشعبي عامة، يعني الفن الشعبي لذيذ لذيذ جدا، يعني خاصة مناطقنا حنا، يعني مناطق القصيم والرياض والشرقية، يعني فيها روح، يعني مهما كان لازم فيه شعبيين. يعني وين تلمس حب الناس للفن الشعبي؟ والله شف، بالوسطى والشمال، يعني حتى والله الغربية هنا يجيني مكالمات من واجد، يعني يحبون الفن الشعبي لأنهم ملوا من الطقطقة هذه. يعني صراحة خلنا صريح معك أنا محمد، يعني من أول سلام عبد الله الله يرحمه لا طلع شريط ولا نتسابق يا أخي على أخذ الشريط هذا، الآن يطلع بس 50 شريط ما يا دوبك تلقى أغنية واحدة بس اللي يركبون مع الشباب. بالنسبة لك أبو سليمان، أنت لما كنت تنزل كاسيت وش كان يصير؟ والله يسوي ضجة بالمجتمع أصلاً السعودي، يعني عندنا بالقصيم يعني تمر لها التسجيلات تلقى سرع ويجون من منطقة حايل والجوف وتبوك على أساس أنه بيأخذون النسخة الأصلية بس. يعني كان حب الناس، وكان حب الناس للفن الشعبي شيء عجيب يعني، وأنا بصراحة ما زلت إلى الآن أحس أن الناس ما تغيروا، لكن في شيء يعوق هذا الحب للفن الشعبي. طيب خلنا نسمع من فنك أغنية أنت تحبها. طيب
شفتك مع اللي صار عقبي حبيبك، شفتك مع اللي صار عقبي حبيبك، واحتارت العبرة بيني وصدك، واحتارت العبرة بيني وصدك، واحتارت العبرة بعيني. مدري هي الصدفة لدربي تجيبك، مدري هي الصدفة لدربي تجيبك، مدري أنا اللي في دروبك تحرك، مدري أنا اللي في دروبك تحرك، مدري أنا اللي في دروبك تحرك. يا قلب جرحك سبته من طبيبك، يا قلب جرحك سبته من طبيبك، يا قلبي ليتك بالوفاء ما تماديت، يا قلبي ليتك بالوفاء ما تماديت، يا قلبي ليتك بالوفاء أبو سليمان. إيش سر غنيك دائما حزينة وعلى مقام الصبا؟ والله يا أخي هذا بصراحة أصلا دخلتي للفن يعني كله من معاناة يعني، والمعاناة هذه يعني عبرت عنها في الآلة الوترية. وش المعاناة أبو سليمان؟ والله تعرف يعني الطفولة كانت قاسية، والحنان الأب يعني مفقود، فهذا اللي خلان يعني الواحد يصير عاطفي يعني. يعني تصور أنت طلعت ما لقيت أبو يعني هذا شيء يعني بصراحة، وخلاني بصراحة أعبر عنه بآلة وترية يعني. أنا عانيت لكني ترجمت معاناتي بالعود وطلعت بالأغاني، حتى أني معاناتي بالعود وذا ما فهموها يعني المسؤولين يعني، اللي ما سألوني قالوا ليش وما ليش، أو سألوا أو لا يعني أصرخ عاطفي بس ما يدروش القصة يعني. أبو سليمان، هل المعاناة كانت فقط اللي هي فقد الأب، ولا كانت في والله انك دقيق شوي محمد انت، وانت يعني بصراحه بتجرني بس ما ادري ايش تجرني عليه، لكن لا يعني فيه يعني حسب ما عرفنا احنا ابو سليمان انه عبد الله صريخ مر بتغييرات فكريه، وعلى اثرها يعني التزم دينيا واصبح مؤذن مسجد. والله يا اخي شوف يا محمد، الله سبحانه وتعالى خلقنا على الفطره يعني، ومثل ما قلت لك يعني فقدان الأب و يعني ما في إرشادات يعني للدين صراحة يعني،
يعني اللي الله فطرنا على الفطرة حنا ولازم ف يعني أحس أنا فيه يعني شيء ناقصني يعني. ف مر علي الأخوان وقالوا لي كذا وكذا وبسلمة إنه حرام اللي تسويه وكذا. لا ما هو قهم ما قالوا لي حرام كيف يعني يقولوا لي حرام وحنا كنا نغني بنادي النجمة ونادي ونادي العربي ويعني كنا نغني بالمجالس يعني بالعروس لكن هذا في واحد جزاه الله خير يعني أنا ما أنسى فضله جاء لما قال يا أبو سليمان يعني التقاطك الكلمة التقاط واحد ذكي يعني فيا ليتك تشوف الطريق أبو سليمان هذا الطريق إلى الجنة والطريق إلى الله والطريق وأنا إحنا كان يعني لهين يعني ما ندري يعني على الوضع ذا فلكن الحمد لله يعني أخذت لي وقفة وصححت وضعي حتى أني عرفت الطريق الصحيح وما يمنع الواحد أنه إيش هذه الوقفة كانت عبارة عن إيش يعني إرغام النفس على شيء يبي ينفع الجسم في الدنيا والآخرة يعني يعني مو معقول أن الواحد يعني بس غنى وتجول وبس يعني التزم دينيا وأصبحت مؤذن مسجد طبعا طبعا والحمد لله يعني مكتوب لي بصحيفتي هذا يعني وأنا ما زلت يعني الحمد لله محافظ يعني لكن رغم أنك تغني يعني رغم أني أغني يعني رغم أني أغني ما يمنع أني أقابل ربي 5 مرات في اليوم يعني يعني وش يمنع يعني ولا ألهان عن عبادة الله وعن قراءة القرآن وعن يعني الحمد لله يعني يقال أنك أخذت فتوى من القرضاوي والله شف يعني أقدر أقول لك صحيح الموضوع هذا يعني إيش اللي صار تحديداً؟ والله وكان بالجزيرة وكان يطرون الفن وما الفن وكذا وكذا وقال إن الفن ليس بحرام يعني قلت أجل حنا مكبرين وبروسنا يعني إنه يعني وين يعني فقال لا الإنسان الغنى ينقسم إلى أقسام واجد يعني منها الماجن هذا ومنها كذا وكذا وكذا فنظرت وضعي أنا ولا مو منها اللي هو قال يعني حتى أني اتصلت عليك ربت يعني ما فيه أي شيء يعني اتصلت على شيخ القرضاوي يعني أي حتى منك حتى أنه قال أني قلت له أنا خلاص يعني بوقف أغنى قال لي طيب إذا توقفت أنت والثاني والثالث مل المراهقين يشبع غرائزهم يعني تبونهم يلجون للغرب يعني الغرب أسوأ من الغنى هذا يعني بكثير فالحمد لله يعني ما وجدت معارضة من المجتمع مثلا من المحيط القريب منك انه شو والله شوف يا اخي محمد اهم شيء اهم شيء انا اهم شيء اني ارضي ضميري يعني ولا علي من اي واحد يعني يزعل ما يزعل بس اهم شيء تشعر براحة ضمير الان اي نعم الحمد لله أنا راضٍ عن اللي أنا أسوي لأني الحمد لله أولاً لازم أرضي الله سبحانه وتعالى أول شيء وشو بترضيه أمرنا بكذا وكذا 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 صلاة صيام زكاة صوم حج يعني ما تغتب الناس النميمة هذول إحنا ما نمشي به والصلاة الحمد لله صلي بالمسجد 5 أوقات يعني مع الجماعة يعني فلما ترضي خالدك يعني ما الناس ولو اجتمعت الإنس على أن يضرك بشيء لا يضرك إلا بشيء إلا كتب الله لك يعني ما فلقيت العالم تمشي وتهرج كل واحد يجيب لنا من هذا يقول حرام هذا يقول بس حلال بس من داخلك أنت ما أنت نادم على هذه المرحلة أنها لأنك أنت تشعر أن استفدت فيها هذه فترة التوقف طبعاً إيه؟ طبعاً توقفت ورجعت نفسي ودريت يعني حتى أني صححت وضعي ومشي يعني ودريت أن هذا ما في غنات عنه يعني الصلاة الصيام الإخلاص حب الناس حب الفقراء العطف على الكبار العطف على الصغار العطف على يعني اجتنبت أشياء واجد يعني
فما أنا بنادم بس مش بالصورة اللي كنت متخيلها أنه أنت كنت في ضياع أو كنت في لهو أو كنت في طبعا أي إنسان يعني أي إنسان يعني ما يصحح وضعه يعني الفطري ما يضيع يعني مهما كان يعني بس الإنسان لا بد أنه يرجع ويصحح وضعه وبعدين يحدد موقعه وين يعني هو في قبر فيه موت فيه يعني ما حد نافعك بالقبر ما حد نافعك بيوم البعث من يبي ينفعك يعني طالما أن الأم يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت تضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد من يبي ينفعك يعني بالموقع لا بد تصحح وضحك مهما كان يعني. طيب أبو سليمان لو طلبت منك أني أسمع منك أغنية ثانية الحين والله يا أخي هذه كانت ما يحبون الشباب والجماهير ايش اسمها هذه يقول يا بقايا الامس دامني نسيت يعني يا بقايا الامس دامني نسيت ما ابي يبقى اثر من الليل فات ودي اكمل دربي اللي قد بديت بل امل اشوف فيها الفرحات صورته بالعين نادتني وجيت ورافقتني في طريق الامنيات يا بلا بالرددي في كل بيت رددي ليل الألم والخوف مات هذه من كلمات الشاعر علي المجراد من حائل ويا بقايا الأمس دامني نسيت يا بقايا الأمس دامني نسيت ما بيبقى أثر من الليل فات بالأمل أشوف الفرحات بالأمل أشوف الفرحات صورته بالعين نادتني وجيت صورته بالعين نادتني وجيت رافقتني في طريق الأمنيات رافقتني في طريق يا بلا بالرددي في كل بيت يا بلا بالرددي في كل بيت رددي ليل الألم والخوف مات رددي ليل الألم والخوف مات رددي ليل الألم والخوف مات أبو سليمان لو سألتك هل في لك أعمال سرقت منك يعني لم تحفظ حقوقك فيها والله يا اخي واجد اللي سرق لي لكن وش اعد لك وش اخلي يعني واجد منه من الفنانين كلهم الشعبيين بس يخلفون نفس الموسيقى يستنسخون اي بس ولا اللحن هو الأستاذ راشد الماجد على أيام أخذ لي لحن بس مخلفين فيه شوي مسامح الفنان راشد والله مسامحه وش تبني أزين يعني الأستاذ راشد صديق يعني لي من إحنا صغار يعني وكان هو عرفني وعرفه زين يعني جلست أنا وياه يمكن مرتين بالشرقية فالمفروض يعني اتوقع يرد بعض الجميل لك يرد بعض الجميل ولا صديق عزيز يعني هو وش اللحن اللي اخذه منه والله اخذ جزء من لو سمعنا لحن اغنيتك يعني سافر في امان الله لتطول الغيبه نسمعها بلحنها سافر في امان الله
لا تطول الغيبة أنا قلبي لك ميال والحب يكفيني هذا نصيبي يعني من ال وأنا تشرف إني يعني أقدم ألحان لأي فنان يعني. أنت عندك القدرة تقديم ألحان الآن؟ عندي قدرة الفنان. عندي قدرة والحمد لله يعني وبإمكانياتهم المادية والموسيقية ويقدرون يزينون اللحن اللي أعطيهم أنا. أبو سليمان لك كانت قضية في وزارة الإعلام على إحدى المؤسسات الإنتاجية. والله يا أخي القضية هذه لها 5 سنوات يا أخ محمد يعني. إيش قصتها؟ ويعني لو هو موضوع الدول سنحلت بال5 سنوات صراحة يعني أنا تعبت وتعبتني وزارة الإعلام فما أدري يا أخي يعني قضيتي على أن ما تشربكت ولا شيء موضوع أني من قطاعتي من الفن جت مؤسسة خزامة وأخذت يعني استولت أو سرقت يعني 12 شريط من فجماهيري قالوا لي يا أبو سليمان كذا وكذا وكذا نظرت الموضوع على الصحيح فقدمت على الإعلام على شركة خزامة وجبنا صاحب خزامة الحامد واحد من الشرقية قال والله يا أبو سليمان أنا بايع إن خزامة لها 10 سنين على منيرة الجريثاني فاتصلت بالمسؤول عن الوكيل حق منيرة الجريثاني قال إنه بايع إن خزامة علينا فاتصلت على صاحب خزامة الأول قلت يا أخي إنهم يقولون إنك أنت اللي بايعن قال أبو سليمان ما بينك عقود كيف أبيعن يعني قلت طيب يا أخي إذا تكرمت إذا ما بعتن افترسل لي يا أخي من وزارة الإعلام عندكم بشرقيين ما بعت شيء ولا ورسل ما كان في أي أدلة أو شيء لا ما في مستندات قال أبد يا أبو سليمان ما بيني وبينك مستندات ولا بيني وبينك اتفاقيات وارسل لي اتفاق أرسل لي خطاب من وزارة الإعلام الشرقية إن الفنان ما بينه وبين اتفاقية ولا بعت شرطته ولا حطيته عندي بالملف وجيت وجبت من اللي سجل الأغاني تنازل وجبت من كل شيء حطيت الملف وجبت الإعلام قلت يا ناس هذا الحامد يقول لي ما بعت عليهم قالوا ادعوا ثاني مرة شف يعني الإعلام لهم على طول يعني قالوا بايعتهم خزامة عليكم ايه مخالف جاب الصريخ خطاب من الاعلام من حمد الحامد ما باع عليكم ولا شرطة معنى تتوقف القضية هنا خلاص راحوا خزامة راحت منيرة الجرفاني ووكيلة قالوا لا ان الصريخ بايعهن علينا جبت يا ناس كنت ما بعتهن عليهم انا يجيبون لي اثبات كتبوا ورقهم كذا ذا وتوقيع خشاله وتوقيع من ورقه وحطوه زيفوا الموضوع قلت هذا مو بتوقيعي روحوا هذا جابوا ثاني مره بصمه قالوا انه مبصم لنا الصريخ قلت والله طالت المشكله يعني يعني قلت له هو المجال لي انا ما خلتونا اتنفس لي كم نفس برضو مثلهم سان قصمت وظهري قبل باولته قلنا طيب قلت أنا حولوا القضية للأدلة الجنائية تطلع هذه بصمت ولا لا رحنا للأدلة الجنائية بصمون مرتين اللي روح للرياض عشان البصمة بصمون وارسلوا الأدلة الجنائية قالوا إن البصمة غير واضحة البصمة الأولى اللي على المستقبل البصمة الأولى غير واضحة مهي مثل ذي يعني أنا أطالب ليش 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 الأدلة الجنائية ما قالوا مزيفة ليش يعني ما قالوا مزيفة وشلون هي مطابقة وشلون هي واضحة والبصمة تقعد 30 سنة 40 سنة مع أبانا وأجدادنا معهم بصمات تقعد 30 سنة وش معنى تهذيبه جيبوا اللي بصم هذا منه وشلون طلعت البصمة ذي والأعلام يقولون الآن ما قالوا يا أبو سليمان إنها مزيفة قالوا غير واضحة
قلت حناس أنا بص من عنده عند الأدلة الجنائية وهذه مهي واضحة. بإمكانكم يا الإعلام أنتم تكتبوا خطاب أفيدونا هل هي مزيفة أو كذا وكذا، بس إن الأمر مدروس يعني بدقة يعني 4 سنوات 5 سنوات محمد ما نحل الموضوع. رحت يعني قبل 4 شهور قالوا نبي نجيب منير سجرفاني هو يا الموكلة وإن شاء الله بعد رمضان نزهم عليك، ولا ساعة ما زهموا عليك أزهم عليهم ما يردون عليك. يعني لابد يضربون المشوار يعني أقدر أقول لك حوالي 10,000 مرة اللي يروح الرياض عشان الموضوع ده. ولا نحل ولا نحل إلا لا. تتوقع راح ينحل؟ عندك ثقة أنه ممكن الموضوع ممكن ينتهي لصالحك؟ والله هو قالوا لي أعرف أن آخر قالوا لي إعلام كم تطلب يا أبو سليمان، يعني دليل هذا وش دليل عليه؟ كم تطلب من هذولا أنت؟ كم تبي فلوس؟ كم تبي فلوس؟ ما طلبت فلوس. والله قلت شوفوا يا جماعة علي سعد اللي يطبع بالمطبع عنده بالرياض على وتر ذهبية يقول للمرحوم حمر الطيار يقول والله يا طلعنا من ظهر كنت وصريخ فلوس، يعني طلعنا فلوس يقول. يا أخي الإعلام يا أخي هذا كلام موثق حقكم حقي هذا يا أخي، ما نبي أطلبكم يعني رحمة والدين، هذا حقي يا أخي تعب 40 سنة يعني. قالوا معطينه شيكات تجيبوا صور الشيكات لازم على البنك عطوا رقم الشيك تاريخ حطونا اي شيء يثبت. امه كل يوم تخلون الكذاب كل يوم يجيب كذبه ما تصلح هذه يا اخي. وانا شف يعني انا بقولها لك صريح وبقولها للجمهور الكريم يعني يعني في حساب يعني في حساب يبي حاسب الانسان. انا اذا ما اخذوا حقي ابحمل المؤلف بالرياض حقوق المؤلف وبحمل اللجنة وبحمل الوزير الداخلي وكيل الوزارة الداخلي على الموضوع ذا بحملهم يوم القيامة المسؤولية يعني. لأن حقي وكيل وزارة الإعلام تقصد ولا الداخلي أيوة في الإعلام إيه ولا وحقوق المؤلف واللجنة رئيس اللجنة هذا بنتقابل حنا وياهم يوم لا ينفع مال ولا بنون يعني تقابلني يوم حقي برقابهم لأن الأدلة كلها واضحة نطحهم يعني وأنا ولا خجل أقول هالكلام لكن ما أظن ينفع الخجل عند حقوق الآخرين يعني أنا حقي هذا يا أخي تعبت فيه يعني ويليت مثل إن الشعراء لما يعطونك القصيد يعطونك مثل قيمة تسجيله وقيمة لا من عندي أنا يا أخي فأطلع على الجمهور ودناتها اللي يأكلها تأكلها لو ترى ذهبي وشركة خزامة أنا ما أرضى يعني فأحمل المسؤولية حقوق المؤلف في أي رئيس يجي الحين مر علي 2 رؤساء رؤساء حقوق المؤلف هذولك طلعوا منه بس من الآن يعني في هاللي قبل هذا برضه بحمل المسؤولية والموجود الآن واللي بيجي بعده وأكيد بيجي بعده 2-3 رؤساء يستقيلون أو لكن أنت لازلت مستمر الطالب بحقك لازلت وبستمر حتى آخر نفس لإني أنا من براضي عن نفسي حق يوكل عينك عينك ملايين طلع ولو ترى الذهبية. طيب أبو سليمان نسمع منك شيء. Thank you.
بنتي بدوين ترى الله من يجي قدها بنتي بدوين ترى الله من يجي قدها أرحمي من تعذب وارد لتواوي أرحمي من تعذب وارد لتواوي دمي قلبي تدفق من يدم الدها دمي قلبي تدفق من يدم الدها ما ولد في كلام مرتس اللي يناوي ما ولد في كلام مرتس اللي يناوي تسرق أسرار فكري وتحتوي سدها تسرق أسرار فكري وتحتوي سدها ثم تبخال بكلمة وتحرق انبال متساوي ثم تبخال بكلمة تحرق انبال متساوي العافية. الله يعافيك ابو سليمان عملت حفله في نادي النصر ايوه وكانت بدعوه من الامير عبد الرحمن سعود الله يرحمه طبعا ايش اول شيء ايش علاقتك بالامير عبد الرحمن والله الله يرحمه علاقه طيبه بالحيل وكان الامير شبابي بالحيل الله يغفر له ويكثر من امثاله يعني ذاك الامير صراحة كان كنا نرى في وجهه يعني بصراحة التشجيع والاهتمام بالفن وكل شيء فن الشعبي كل شيء الله يرحمه والدليل انه دعاك يعني دعان والله واهدالي اعطاني مبلغ كذا واهدالي سيف يعني مكتوب عليه اسمي و تكريم هذا كان تكريم كان يا أخي كان أحلى إلى الآن السيف موجود عندي من حب ذاك الأمير الله يرحمه تعتز فيه أعتز فيه واجد يعني وكان تذكر إيش تفضل دخلتنا النادي النصر الله يرحمه كان يسوي عملية رياضة هو بالسباحة وكان تعرف صوته يعني فيه شوي يا صريخ يلا أما تعرف تسبح تعطب معي تعال اسبح قلت لا يا طويل العمر بعدين أنا بالي للفرقة وكذا قال لي هل حنا أنا جاي روح للشباب الحين أنا جاي كان خلوق الله يرحمه ومحب للرياضة والشباب والفن وكان طروب ولقيت الحفلة كانت بمناسبة فوز النادي و في بطولة ما لكن أحس أنه كأخ لنا ذاك فقدته يعني. أي والله فقدناه يا أخي حتى نادي النصر فقد عملاق إداري عملاق يعني لما يجي يحضر بالملاعب ما نشوف النصر والهلال حنا نتابع الأمير وحركات الأمير وكيف يسوي الأمير كاريزما خاصة إيه ويتحمس وفي له هزة بالرأس هذه كلنا يعني بصراحة نعتز فيها وحتى لبسه متواضع ويجي لما الجماهير ويسلم عليهم يعني الله يرحمه مع أنه أنت أبو سليمان ما أنت نصراوي صح؟ والله شف أنا لي زملاء بالنصر وزملاء بالهلال لكن يعني هلالي صح؟ أول هلالي يعني ومع ذلك علاقتك جميلة بالأمير عبد الرحمن سعود وما كان أحب النادي وأحب اللاعبين أحب الأستاذ العملاق الفنان ماجد عبد الله هالأسطورة اللي لا يمكن تتكرر على الساحة أنا بالنسبة لي أنا منقطع عن الكورة لكن
ماجد هو الأسطورة. ماجد أسطورة، عندك ماجد، عندك يوسف خميس، عندك النعيمة، عندك أثنيان، عندك مصيبيح، هذولا صراحة، عندك محيسن الجمعان، عندك فهد الهريفي، هذولا لاعبين بصراحة أمتعوكم. أمتعونا يا أخي. طيب. إلى الآن حلاوتهم يا أخي. وسامي الجابر والله أسطورة، والله أسطورة، ولو مو أسطورة ما درب الهلال يعني. سامي عزيز وغالي علينا، لكن يسدنا من الفنان سامي الجابر تدريب الهلال يعني، يعني نعتز به ونعتز بالنصر كذلك يعني. طيب أبو سليمان، آخر سؤال عندي لك، وش تقول لجمهورك اللي يسمعك اليوم ويشوفك؟ جمهوري الكريم، أقول لهم إن شاء الله فيه بوم جديد إن شاء الله، وأحتري إن شاء الله أي مؤسسة بس أو أي داعم يدعم هذا الشريط، على أساس أني أختم فيه أعمالي، مشوارك الفني، مش أختم فيه مشواري الفني إن شاء الله. إن شاء الله يرضي جماهيري، وأرجو من جمهوري يعذرني إذا فيه أخطاء، إذا فيه أشياء. فتشريف روتانا خليجية البيتي يعني شيء كبير بالنسبة لي أنا، وأعتز فيه ما بقي لي حياة. الله يطول فيك. أشكرك يا أخي محمد. يطول لنا في عمرك. الله يسلمك. طول عمرك. هذا واجبنا. الله يسلمك، ما قصرت.